الحالة في قبره ينتظر دعواتكم. الله الله ينتظر ايش؟ دعواتكم. دعواتكم يا سيدي. راس عاد الحالة في قبره ينتظر دعواتكم. الله اكبر. فيبدون يدعون يدعون، طبعا هذه الدعوة ترى تجي من قلب، يجي لها وقع جميل. ايضا من انا اقول من الجمال، ايضا من الجمال الان هم في قبورهم اللي توفاهم الله عز وجل. نعم. انا اقول من الجمال فرصة، يعني انا ما ادري هذا رأيي الشخصي، مثل وقف الوداد. صحيح. لما انا ادفع مثلا 100 ريال، نعم، وانويها مثلا لهاللي في قبره جعله في الجنه. الله اكبر. ثم يجيه ريع هالصدقه في قبره ترفعه. يا سلام. ولا مره مستمره. الله اكبر. انت في وقف وفي كفاله يتيم، ولا بيتيم واحد، كل يتيم ينفع هذا الوقف انت داخل ومستمر. في كفالته مستمر. مستمر مستمر، حتى لو طلع اليتيم يوم من الايام هذا من الوقف غير يجي يتيم. لا لا، لو طلع مستمر، لانه بيربي عائله. لا. ويصرف عليه طبعا، هو يصرف وهو بيروح وهو بيجي، فانت اعطيته حياه اصلا. الله اكبر. انا اقول لو كل واحد منا الان دز في وقف الوداد بنيه انها تكون للمتوفى من والديه، نعم، تراها تاصرف في قبره، تراه يدري عنها. وش أمنية المتوفي لو رجع للدنيا؟ وش يبي؟ أي مو بالمتوفي، هو اللي لجاه الموت. إيه. قال ربي ارجعون لعلي أعمل. لكنهم قبل الوفاة، ترى أثناء الوفاة هي. أيوة. هي المقصود فيها ليس بعد الوفاة. إيه. أثناء ما تجيه الوفاة يتمنى، يقول يا رب رجعني أتصدق بس. يا سلام. لعظم ما يرى من الصدقة. يا سلام. من أجر الصدقة. فأنا أقول الآن هم أنت فرصة في قبورهم الآن. بإمكان كل واحد، حتى الشابات الكبيرات والشباب الكبار، الوالد الجد تذكرهم، لو قلنا 100 ريال لأبوي وجدي والديهم ترى ما يمنع. صح. تجيهم سبحان الله بركة هالصدقة في قبورهم وتستمر معهم، تستمر يمكن ترفعهم منزلة منزلتين ثلاث، تخرجهم من العذاب إلى السعادة، من السعادة إلى سعادة أكبر. ولا لا بالقبول؟ تتفق معي ولا؟ صدقت. كذلك يعني بعض الناس الآن، هل فكرت يوم من الأيام أنك تقول بدفع مثلا 100 ريال، اللهم اجعلها عن من لم يجد من يتصدق عنه. سلام. تخيل أنت أنك تسوي هذا الأمر، يعني سواء أنه مبلغ كبير أو أنك تعطيه عامل في الشارع العام، أو شخص سائل جاك أو شيء، أو أنك دخلت على شيء من الجمعيات وحولت على شيء من وقلت اللهم إن عن من لم يجد من يتصدق عنه. يا سلام. ترى كنت كل ما تقدم ترى كنت جالس تودع في بنك الآخرة. في ناس منسيين، في الغالب منسيين أو مقطوعين. من هم؟ ارجع للشجرة، الشجرة حقت الأسرة، ارجع لها بالأساس، ولاحظ اللي وقف مع جهة عيال صدق اللي مقطوع، هل انقطع هذا أكد على أنك تنويله، أو تقول والله هذا المبلغ عن كل من انقطع من الذرية من أبناء العم والعمام والأخوال والأجداد وإلى آخره، تراهم يحتاجون. والله والله يحتاجون. فلا تبخلوا عليهم بالقليل، ثم أحلى ما في الموضوع أماك تعطيهم، تتعامل مع رب كريم أبشر بالخير، يعطيك ويكرمك، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله يا ربي. يا الله الله يجزاكم خير. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.